Arzéoc FM. Hey. احكيوا على حصة الفزيد وعنوان صحة شربتكم عمرو. حصة تعديت البارح، تعديت اليوم كيف كيف مباشرة بعد شقن الفطر. أثارت برشا تساؤلات الحصة هذه. نستقبلوا مقدم الحصة هذه الشيخ عبد الفتاح مورو. صحة شربتك، مرحبا بك على مزيكا فين. صحة شربتكم بمفهوم مزيك مش بمفهوم حنا معه. فما فرق ما بيناتهم الزوز؟ إذا كان يولي عنوان علم على حصة يولي معنى آخر. أنا كل حال نتكلم فيك بتحية التوانسة. ولد صحة شربتكم مع مورو هذيك. تو هذه صحة شربتكم في المطلق. مع مزيك. مع مزيك. به نستقبلوا سي هشام سلوسي من الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال. صحة شربتك، مرحبا بك على مزيك. صحة شربتك، صحة شربتك الحضور وصحة شربتك المجتمع التونسي. النقابة حاضرة معنا. أيمن رزقي صحة شريبتك، مرحبا بك على مزيكا فام. تكون صحة، شكرا على الاستضافة. الموضوع هذا يبدا يثير في برشا جدا. فوالا إن شاء الله اليوم نوصلوا نفهموا على الأقل الحكاية. صحة شريبتكم مع مورو يتعدى مباشرة بعد الإفطار. برنامج اجتماعي ديني، فما شكون يقول عليه سياسي، مغلف شوية، مع الأستاذ عبد الفتاح مورو على قناة حنبال. سي عبد الفتاح، البرنامج هذا كيفاش تولد؟ اتصلت بيا قناة حنا بعد وقالت لي مستعدش باش تعمل حديث ديني اجتماعي بمناسبة رمضان. مستعد. تحمست الفكرة؟ لا ما تحمستش، وإنما ريت وإن الفكرة مواتية ما فماش ما يمنع منها. عندي استعداد أنا لذلك. طلبت باش يقولوا لي قداش المدة. قال المدة ما تجاوز 8 دقائق. في بالك قداش المبلغ المالي؟ أبدا، ولا اتفقنا على مبلغ ولا خذيت مبلغ. وهذه حنا بعد موجودة وتجم جو. لا خذيت مبلغ ولا لي من الناس اللي ناخذوا الكاشيات. لا حقك راهو معناتها مقدم برنامج. لكن على كل حال ولات اللي قضية الفلوس الآن ولات تتقدم منك كعكاز لحمة وتترمى في كل بقعة. مع أنه قضية ما إذا كاني طبيعية. طبيعية. علاش تسني عليها؟ وإذا كاني ماهيش طبيعية أنا ما خذيتش فلوس. دونك لهنا كي ما خذيتش فلوس ولات ماهيش طبيعية في حد ذاتها. نجم رمضاني باش تولي، خممت فيها ولا لا؟ لأنه كل الناس اللي تخدم في رمضان تتحول إلى نجوم رمضانية. والله هذه راجعة إلى التقدير الفردي لكل شخص، وأنا ما قصدتش باش نكون نجم رمضاني، ما عنديش رغبة باش نكون نجم أكثر مما أنا فيه. حاسس بنجوميتك شيخ؟ لا، التوانسة يعرفوني. نجم؟ النجم يمدحوه، لكن أنا من الناس اللي يذموه ويمدحوه. وفي الشارع فما شكون يقول لي يضحك لي ضحكه صفراويه، وفما شكون يضحك لي ضحكه تونسيه عاديه، وقابل الناس كل. انا مواطن تونسي، قبلوني زوج تلفزات مستقلات نسمع. استدعتني مره في ساعه كنت ضمن مجموعه، ومره في ربع ساعه كليت فيها طريحه وسبوني وشتموني. وين ربع ساعه اللي كليت فيها طريحه؟ في نسمع. وقت اللي جابوني في حصه تعديت نتذكر عن جايك، جابوني في حصه يمين ويسار في علمي باش نتحاور ذي بابلت نتسب، وانا ما نعرفش نتسب. رصدت لي خرجت كيما كنت دجاجة مهزومة. كيفاش شيخ ما تعرفش تسب؟ معروف انت ما تعرفش تسب، ما عندك الحجة واللسان الماضي في بلاستو معناتها. انا استعملته ما جبت نستعمله. ليش؟ اللي كاين لك الاولى وكاين لك الثانية. وخلي على كل حال كما تفرجتش فيها موجودة وتتفرج فيها. ومش هذا موضوع الحديث. موضوع الحديث اني انا لم اظهر الا في تلفزتين اثنتين بتونس، مرتين في نسمة، مرة ساعة ومرة ربع ساعة نسمة موجودة، والمرة الثانية في حنا بعل ربع ساعة المرة الأولى وربع ساعة المرة الثانية. أنا اللي تقول عليها نجم، حاول أعطيك أنا قائمة في الناس المتدخلين في التلفزات الثلاثة وقارن ساعات حضورهم وساعات حضوري. هذا البرنامج اللي عملته محتاج أنه يزيد من ساعات حضورك؟ موش مطلوب هذا الطرح مغلوط للقضية. هذا فما تكالب على شخص يراد إسكاته قبل سماعه. فجأة قامت قبل ما الناس تسمع شنو محتواها الحديث، وقبل ما تتبين الإيجابي فيه والسلبي، قامت عليه حملة والناس قاعدة تتحرر في العرايض قبل أن تستمع إلى الحديث. والبارح واليوم قاعد نشوف في تعليقات في الجرائد المختلفة يتكلموا على كونه موقع سياسي وعلى أننا نتكلم في السياسة. ما هوش معقول اللي يقول الكلام هذا اما جاي براي مسبق، واللي عنده راي مسبق حيال غيره لا يقع سماعه ولا يقع تمكينه من الرد، لانه هذا انسان مغرض، او ناس ما هيش فاهمه الكلام
تفهمت. أنا أتكلم بالتونسي العامي. البارح تكلمت على كونه هذه عبادة ويجب نتحملوها. الثاني اليوم تكلمت على التضامن بين المواطنين التونسيين. إيش مجيبنا للسياسة في هالميدان هذا؟ وأنا أربأ بنفسي أن أتسلل إلى مواقع لم تعد للحديث الذي دعيت إليه. مانيش خناب، مانيش نسرق في الوقت، مانيش نسرق في موقع في البلاد التونسية. أنا تونس كلها تعرفني بإيجابياتي وبسلبياتي. بصفتكم هيئة استشارية حسب علمي المفروض أنكم ترفعوا التقرير بتاعكم للحاجات اللي ما تعجبكمش الحكومة وهي تاخذ ما تراه صالحا. لا مش كيف حكا، مش كيف حكا، وضح لي باعتبار أنه وقت ترجع المرسوم أنه أحنا نطلع الرأي العام على العمل اللي بتاعنا وعلى تصوراتنا الفعلية. يعني موجود هذا في الوظيفة في المرسوم موجود. هذا يندرج اللي صار بين هذا يندرج في الإطار هذا؟ اللي صار هو لا يتعلق بطريقة مباشرة بأمور. كيف إيش؟ لا يتعلق بطريقة مباشرة، يتعلق بوسيلة الإعلام. بالنسبة لنا نحن نهتم بوسائل الإعلام لا نهتم بالأشخاص. رغم يعني أنه تقريبا من البيان اللي خرجتوه اللي هو معناتها 3 صفحات تقريبا نصف نتاعو يتحدث عن برنامج اللي عن وسيله اعلام، عن برنامج عبد الفتاح وعن الوضعيه الان الحاليه اللي احنا اللي نسميها يعني وضعيه ما قبل الانتخابات. يعني ثم ما قبل الانتخابات، ثم اثناء الانتخابات، ثم بعد الانتخابات. هناك سلوك اعلامي لابد من اتباعه. لتصحيح معلومه فقط، انه سي عبد الفتاح مورو ما ظهرش في تلفزيون فقط، وانما ظهر في تلفزيون اللي هي التونسيه، عملوا لك حصه مطوله اللي هي في دارك وخارج دارك وكذا، وهذا من حقه. بثت 24 ساعه ونجحت، وهذا من حقه سي عبد الفتاح. ولابد كمواطن تونسي لابد انا ما حسبتهاش، ان التلفزيون ماهيش محسوبه في التلفزيونات التونسيه، هذه تبث من الخارج. وانا تعديت، انا تعديت في الحوار وتعديت اذا اذا الحوار فيه مقاطعه. مثالش لا مثالش لا خاطر لا فقط مع الاعتذار ما نتيش باش نقطع عليك. لا اما كي خاطبتني وخزرت لي بعينيك كانك تنتظر مني رد، هكا فهمت. لكن سامحني يا سيدي، ما حاجتيش باش نقاطعك. لا ماهوش الهدف، الهدف هو وسائل الاعلام، اداه وسائل الاعلام قبل الانتخاب. سي عبد الفتاح مورو هو يا اما تكون شيخ يا اما تكون سياسي. لا مجال الان للخلط بين الاثنين. نحن تجاوبنا مع الشكوى اول شيء مش من تلقاء ذوات. اي فما ضغوطات حزبيه. لا كبيرة. مش ضغوطات. ثم لفت نظر كيف اي مواطن مثل ما جينا اللي نعرفه من مصادر انه فما احزاب تدخلت بثقلها. لا ثقلها ولا شيء. اللي نعرف صدقني واتكلم معك بكل صراحه ان وصلتنا شيء فيركيال عن طريق الميل وعن طريق الفاكس. يعني بالطبيعه مش عملوا مظاهرات احزاب وانما يعبروا على السياسه. اذا تحب يكون ثم ضغط انا اقول لك عندي الاحزاب يعني الكل حتى معناتها شكل يعني الاحزاب تصرفت بطريقه اللي هي كيفاش تحب تكون لهالدرجه مخيف البرنامج هذا. هم بالنسبه ليهم الان هم داخلين على حمله انتخابيه، هم يرون في الاستاذ مورو شخصيه سياسيه بامتياز وهو يمارس السياسه في ادبيات واخلاقيات المهنه الاعلاميه اثناء الانتخابات. الشخص الذي يمارس السياسه يجب الا يمارس الدعايه، والدعاية معرفيا في نظريات الاتصال هي على عدة أوجه وأشكال. بإمكان الآن فهمتي رئيس الولايات المتحدة أهم دعاية عنده هو ليس عندما يقوم بالدعاية السياسية المباشرة أو الخطاب السياسي المباشر، هو عندما يظهر أنه يحب كلبته ويحب ابنته ويظهر في عائلته. أما التونسي مازال ما وصلش للمرحلة هذه. لا وصل التونسي وهو على درجة من الذكاء ويعلم كيف يمكن أن يؤثر في الرأي العام. هل يمكن يعني يجب أن يخاطب التونسي بذكاء شديد والتونسي على اطلاع تماما على مدى تأثير الإعلام في الرأي العام. البيان اللي وصلنا اليوم من الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال، كيف النقابة اليوم خرجت بيان نقابة الصحافة سي أيمن المرزوقي النقابة الرزقي سمحني النقابة كان الموقف بتاعها منسجم تماما مع القرار نتاع الهيئه الوطنيه المستقله للاصلاح الاعلام والاتصال. كيف نفس الكلام تقريبا
شو اللي استفزكم في ظهور الشيخ عبد الفتاح مورو في البرنامج بتاع قناه حنبل؟ هو لو مش موجه البيان ضد اي شخص ولا ضد عبد الفتاح مش صحيح هذا، والبيان اللي خرجناه اليوم يمكن شوف انا في الحقيقه ما شفتوش يعني ما صارش تنسيق ما بيناتنا قبل. البيان اللي خرجناه اليوم هو يرصد نوعا ما المشهد الاعلامي، التدهور اللي سميناه المشهد الاعلامي التونسي، مش كان بخصوص البرنامج هذا، برشا نقاط من بينها خلينا في البرنامج هذا. اي لا معناها باش الحكايه ما تخوش اكبر من حجمها، لاني ما نحبش نتيح المستوى الشو تو السياسي هذا، معناها لا ماهوش شو سياسي. حبيت ناكد سمح نحكيو على برنامج، حبيت ناكد ان البيان تاع النقاد الصحفيين تعرض الى عديد النقاط من ضمنها نقطه تعرض بالبرنامج هذا. المشكله ماهيش مع شخص سي عبد الفتاح، وانما المشكله انه نعتقدوا مش كان نحن كما قلت انت يعني حتى الهيئة وبرشا يعني اطراف اخرى، انه الاستاذ عبد الفتاح مورو، واقول جيدا الاستاذ عبد الفتاح مورو مش الشيخ عبد الفتاح مورو، هو فاعل سياسي ومعروف ك يعني مؤسس من مؤسسين تاريخيين لحركه يعني سياسيه في تونس اللي هي حركه النهضه. الان الشيخ عبد الفتاح مورو ماهوش في النهضه، بعد يحذف اللي ميتينغ نتاعها، لا هذيك حاجه اخرى، ولكنه ظهر ما بعد الثوره ك وجه سياسي او يعني يتكلم بشكل سياسي. اليوم يظهر في التلفزه يعني الشيخ عبد الفتاح مش الاستاذ عبد الفتاح، يعني هنا فما خلط ما بين السياسي ورجل الدين، هذايا اللي ماذا بينا نبتعدوا عليه ونتلافاه باش الامور ما تزيدش تتلخبط على مخ الفتاح. الشيخ ولا استاذ؟ لا ساعة المعطيات هذه المسلمات تكلمنا فيها احنا في المجتمع التونسي، الشعب التونسي قال كلمته فيها ولا لا؟ احنا الان تفهمنا وانه اللي يلبس جبه وكسته ويعمل لحيه ما عندوش حق يعمل السياسه، يختار اما سياسه ولا دين. شكون قال هذا؟ احنا في المنطلق كانت فهمنا كلنا مسكره، واللي سكر لنا فهمنا انتقل الى بلد اخر في 14 جامعه، بدينا ننقل على بعضنا. جينا اول شيء قلناه، قلنا لا جمع بين السياسه والدين، لا يمكن استعمال المنابر الدينية لدعاية حزبية أو دعاية سياسية.